السلام عليكم ومرحبا بكم في شيوا مشيوات كوزينتنا. اليوم ان شاء الله نقترح لكم بيتزا 4 فروماج. بالنسبه للمقادير كنحتاجوا فيها العجين ديال البيتزا. بالنسبه لي انا اليوم درت من قبل بيتزا بلي زيبينار وقسمت العجين على جوج، درت هذيك ديال لي زيبينار وبغيت نقسم هذه الحلقه باش ما تجيكمش طويله بزاف. هذا النصف الثاني اللي شاط لي من العجين ديال مني درت لي زيبينار غادي نديرو بهذا ديال الاجبن، يعني هذا نصف المقادير ديال وصفات البيتزا اللي سبق لي وحطيت في القناه. كنحتاجوا اذا العجين ديال البيتزا، الصلصه ديال البيتزا، واربعه الانواع ديال الاجبان. عندي هنايا 100 غرام تقريبا ديال الموتزاريلا، عندي هنايا واحد 50 غرام تقريبا ديال الكروير، 50 غرام تقريبا ديال الفرماج لي دام اولا الفرماج الاحمر، وعندي هنا واحد شويه ديال الفرماج البلو روكفور. انا غندير منه غير شويه ماشي هاد الطرف كامل لانه هو مجهد بزاف، كيكون ريحته كتكون قويه، داكشي علاش كندير منه غير واحد شويه. اول حاجه غادي ندير كنرشوا العجين من الاسفل ديالها ومن الفوق واحد شويه ديال الدقيق، وغادي نسرحوها على شكل دائره. العجينه راها خامره عندي واجده كما قلت، راه غير قسمت باش درت دو بيتزا. غادي نسرحها وغادي نحطها فوق اللاطه اللي عندي فيها ورق ديال الطهي اولا سيل بات. كتبقاو ديروا لها هكا باش كتسلق، وبالنسبه لكيفاش بغيتوها كيبقى على حسب الذوق، اما تلقوها رقيقه بزاف اولا تخليوها واحد شويه غليظه. انا كنخليها هكا باش ما تجينيش غليظه وتجي بحال الخبز. من بعد ما كنحطها فوق اللاطا كنثقبوا العجين كامل بلا فوشات، حاولوا تفاداو هاد الجناب باش كيتنفخوا مع الحراره ديال الفران وكيجي المنظر زوين ديال البيتزا. كنديروها كامله الوجه باش ما تنفخش لينا وتطلع. غادي ندير دابا واحد معلقه كبيره تقريبا ديال صلصه البيتزا. نديروها كامله ونحاولوا ما نكثروش لاصوص، ندير واحد جوج معالق تقريبا ما نكثروش بزاف باش ما تجيش هذيك العجينه مشربه بالصلصه كتجي بحال الفازقه. دابا غادي نستفو لي فرماج اللي عندنا. كنديروا الفرماج الاحمر هو الاول، الا بغيتوا تسبقوا الموتزاريلا حتى هي كتجي مزيانه كيجي معلك، ولكن ماشي مشكل دابا لان ما غنديروش شي حشوه كنديروا غير الاجبان. غادي ندير الكروير، وغادي نبدا نهز دابا في الموتزاريلا. بالنسبه للكميه ما كتبقاش محده، يعني كديروا على حساب ذوقكم واش كتبغيو عامره بزاف بالفرماج، وكتبقى دائما على حساب اللي عندكم اللي متوفر. صافي بحال هكا. دابا غادي نقطع طريفات من الفرماج البلو. غادي ندير كميه قليله منه كيف ما قلت من قبل، النسمه ديالو كتكون قويه، وغادي نحط دوك الطريفات كيكونوا مبعدين. بالنسبه للفران راه شاعل كيسخن من قبل لان البيتزا خاصها تدخل الفران اللي كيكون سخون باش بالزربه العجينه كتبدا تطيب قبل ما كتبدا تشرب وتفزك بهذوك لي صوص والحشوات اللي كنكونوا دايرين ليها. رشوها بواحد شويه ديال الزعتر محكوك. بالنسبه لي عندي زعتر مطحون مخلياه دائما عندي موجود خاص غير بلي بيتزا، وغادي ندخلوها حتى تطيب وتحمر. البيتزا بعد ما كطيب هذا هو الشكل ديالها كيفاش كتكون، ما كتحتاجش مده ديال الطياب طويله بزاف لان الفران كيكون سخون والعجينه خاصها غير هي اللي طيب وتحمر لينا من الفوق. من بعد ما كتخرجوها من الفران كنخليوها تبرد واحد شويه غير شويه قبل ما نقطعوها لان الفرماج كيكون سايح، ومن كنبداو نقطعوا فيها كيطيح لينا على العجينه ما كيبقاش شادينا فوق لاباط. غنقطع لكم واحد المغصوب وشوفوها كيفاش كتكون من الداخل. نزيد نقطع حتى هذه مثلث صغار. هذا هو الشكل ديالها كيفاش كتكون العجينه كيف ما ملاحظين، لاباط مغليضاش بزاف ومرقيقاش بزاف ثاني حتى ملي ندخلوها الطيب كتبدا تقصح وتكريم لنا في الفران. نتمنى ان هذه الوصفه تكون نالت اعجابكم، ما تنساوش انكم تشاركوا في القناه باش يوصلكم دائما الجديد، وبصحه وراحه.